مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. أنا عز الدين صالح، المدير التنفيذي لرابطة التآزر للضحايا، يلي هي رابطة بتهدف لإنصاف ضحايا النزاع بسوريا من خلال تمكينهم للضحايا ليكونوا قدرانين يمثلوا نفسهم بنفسهم ويدافعوا عن حقوقهم. وبنسعى لتحقيق أهدافنا من خلال توثيق كافة انتهاكات حقوق الإنسان بمناطق شمال وشمال شرق سوريا، جمع الأدلة والشهادات والوثائق بقاعدة بيانات آمنة للمساهمة بعمليات المساءلة وتحقيق العدالة. تآزر بتشتغل بمناطق شمال وشمال شرق سوريا مع تركيز على المناطق يلي بتحظى باهتمام أقل، مثل المناطق الخاضعة للاحتلال التركي كمناطق عفرين ورأس العين سريكانية وطل أبيض جريسبي. رح أتطرق بحديثي ومداخلتي يلي إن شاء الله تكون قصيرة اليوم عن الوضع وحالة حقوق الإنسان بهاي المناطق. هاي المناطق يلي تشهد من وقت احتلالها بأعوام 2018 و2019 انتهاكات لحقوق الإنسان لا حصر لإلها، مثل الاعتقال التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة، القتل، الاستيلاء على الممتلكات وطرد أو ابتزاز السكان الأصليين وخاصة الكرد، بالإضافة لسياسات التتريك والتغيير الديموغرافي بهاي المناطق مع غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للجنات اللي هن بهاي الحالة القوات التركية وقوات الجيش الوطني السوري. راح أبدأ حديثي ببعض الإحصائيات يلي وثقتها رابطة التآزر بمناطق ما تسمى بنبع السلام، أي مناطق رأس العين وتل أبيض. من بداية الهجوم العسكري التركي على هاي المناطق بتشرين الأول أكتوبر 2019 ولحد الآن وثقنا أكثر من 732 حالة اعتقال بهاي المناطق من قبل قوات الجيش الوطني السوري والقوات التركية، طالت مدنيين من السكان الأصليين لهذه المناطق. من بين المعتقلين في أكثر من 80 امرأة أو سيدة وأكثر من 60 طفل. لا زال أكثر من 178 شخص من عموم المعتقلين يلي ذكرتهم مختفين ومختفيات قسريا، عائلاتهم ما بتعرف شيء حول مصيرهم، بالإضافة لتورط تركيا أي القوات التركية بنقل وإخفاء 93 شخص لداخل تركيا مع بدء وعقب عملية نبع السلام التركية. هؤلاء الأشخاص يلي تم نقلهم لتركيا وتم توثيق أسماء أكثر من 63 شخص بتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش وكمان منظمات حقوقية سورية، خلال ال5 سنوات الماضية وثقنا صدور أحكام بحق 55 شخص على الأقل، منهم تتراوح ما بين 13 سنة سجن لحتى السجن المؤبد بتركيا، وهو شيء مخالف لمبادئ جنيف وكمان للقانون الإنساني الدولي. وهون بقصد نقل مواطنين سوريين لداخل الأراضي التركية وحكمهم هنيك داخل تركيا. فيما يخص منطقة عفرين أو مناطق عفرين ونواحيها، على الرغم من أنه تآزر بدأت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ونشطت عن طريق باحثيها بمنطقة عفرين من بداية عام 2022، رغم هيك من بداية 2022 لحد الآن وثقنا أكثر من 2800 حالة اعتقال تعسفي بهاي المناطق. من بين المعتقلين أكثر من 450 امرأة، أكثر من 263 طفل. كمان بمنطقة عفرين لا يزال أكثر من 900 شخص مدني كردي أو أكراد من سكان عفرين الأصليين مختفين ومختفيات قسريا، عائلاتهم ما بتعرف شيء حول مصيرهم، بعضهم قضى على اعتقالهم واختفائهم قسريا أكثر من 5 سنوات، أي من بداية احتلال تركيا لهذه المناطق.
عموم المعتقلين أو الناجين من الاعتقال، الأشخاص المفرج عنهم اللي قابلتهم تآزر، بيأكدوا على ظروف الاحتجاز السيئة. كمان بيأكدوا على تعدد أنماط التعذيب بمعتقلات الجيش الوطني السوري، وهذا الشيء ذكرته لجنة التحقيق الدولية كمان بعدة تقارير لإلها، خاصة أنه هاي الأنماط تبع التعذيب تعكس صورة عن الأنماط يلي بتستخدمها الحكومة السورية بسجونها وبالأفرع الأمنية التابعة لإلها. وثقنا أنماط تعذيب تشمل الضرب، الحرق، الصعق بالكهرباء، قلع الأظافر ورش الملح بمواقع الجروح، وكمان طرائق تعذيب مثل الطرائق اللي بتستخدمها الحكومة السورية واللي تسمى البلانكو أو الشبح أو التعليق بما يشبه الفروجة. هاي الأنماط تعكس صورة مثل ما حكيت عن أنماط ترتكبها الحكومة السورية بسجونها، بالإضافة لظروف الاحتجاز السيئة اللي أدت لفقدان الكثير من المعتقلين والمعتقلات لحياتهم أو توفيهم تحت التعذيب. ووثقنا بمناطق نبع السلام وغصن الزيتون أكثر من 7 حالات لأشخاص قتلوا تحت التعذيب. كمان هاي المناطق الخاضعة للسيطرة التركية بكثير من الحالات الموثقة للتعذيب والاعتقال كان في ضباط مسؤولين أتراك حاضرين على عمليات الاستجواب والتعذيب، وبأوقات تانية مشاركين بهاي الانتهاكات. وهذا الشيء وثقته تآزر بكتير تقارير، وكمان وثقته لجنة التحقيق الدولية بأكثر من تقرير صادر عن اللجنة. ومثل ما ذكرت، بعيد التأكيد على أنه الإفلات من العقاب وعدم المساءلة أو غياب المساءلة هو أحد الأسباب المعززة لاستمرار وتصاعد هاي الانتهاكات. لهيك بوصي بشدة أنه يكون توثيق الانتهاكات، السعي لكشف الحقيقة وتسليط الضوء عليها، وكمان السعي الدائم لمساءلة الجنات بقيادة الضحايا أنفسهم، أي عمليات السعي لكشف الحقيقة ومساءلة الجنات تكون بقيادة الضحايا وبمشاركة فاعلة منهم لتحقيق العدالة لهذه الضحايا. هاي هي السبل يلي بإمكاننا أنه نتحرك من خلالها، نناصر من خلالها، وندافع عن حقوق الضحايا من خلالها. آسف على الإطالة، وشكرا كثير لاستماعكم.